السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. المهم اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الشلاضه، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. دابا غادي نقول لكم المكونات اللي عندي. عندي هنا الرز كلاصي سلقته، وعندي درت ليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وعندي هنا الطوم، عندي جلبانه سلقتها حتى هي بشويه ديال الملح وشويه ديال الزيت العود، عندي هنا الكرشير، عندي الخص درت ليه شويه ديال الملح والابزار والزيت العود، وعندي هنا الخيار حتى هو نفس المقادير درتهم لهذا الشيء كامل، وعندي المطيشه، وعندي هنا البطاطا درت ليها شويه ديال القزبريه، وعندي هاد الذره. ودابا غادي نخلط الذره، غادي ندير شويه ديال الذره في الرز، المهم غادي نخلط دابا الرز مع الجلبانه والطون ونرجع ان شاء الله. سمحوا لي الاخوان نسيت الكاشير، غندير حتى شويه ديال الكاشير. المهم غادي نخلط هذا الشيء كامل ان شاء الله ونرجع. المهم دابا خديت هاد الزلافه غادي نعمرها، اللي بغى يدير المايونيز يديرها، لكن حنا راه ما كنديروهاش حيت حتى نخليوها حتى الاخر، اللي بغى يديرها قدامه ما تنخلطوهاش مع الرز. المهم يعني عمرت دابا الزلافه ديالي، غادي نقلبها دابا في الطبسيل ونرجع. غادي نحاول نجيب هاد الزلافة الوسط، ها هي. وغادي ندير الرز بحال هكا، غادي ندير الخطوط ديال الرز هما اللازقين، عاد ندير الخضر. وانا راني دابا دايره البيض باش يطيب، باش نزين به الشلاطه ديالي ان شاء الله. المهم انا بديت كندير كنحط الخضره ديالي، حطيت مطيشه، ودابا كندير الخيار، ممكن نحاول نقادها هكا شويه. المهم انا دابا بديت كندير البطاطا، عندي طبسيل صغير شويه، خصني ندير شويه شويه من كل حاجه. المهم هاد البلايص غادي نعمرهم بالخص. المهم يعني دابا كندير الخص، المهم غادي نكملها ان شاء الله، غادي يطيب ليا البيض ونكملها ونزينها بالبيض، ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله ديال الشلاطه ديالنا. المهم الاخوان والاخوات، هذا الشكل النهائي ديال الشلاطه ديالنا، كنتمنى تعجبكم وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم الفيديو. ها الشلاطه ديالنا، ها الطبسيل الاول، كما قلت لكم عندي طبسيل صغير راني دايره جوج، هذا درت فيه شويه ديال الباربا، ها هو.
دابا غنقول لكم السلام عليكم في الفيديو القادم ان شاء الله مع وصفه اخرى.